انتوا بعدين معاك ليش ما تدرسين لي هالعدل؟ ليه متى وانت تتمين كذي؟ درستهم والله. انا كم مره قالت تدرسينهم عدل؟ والله درستهم والله بس هم ما يستوعبون معاي. ايش فيك؟ عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. متفق عليه.